لازم نبتدي من الإجابة على السؤال، ألا وهو الخلاص من ماذا؟ والإجابة الواضحة في الإنجيل هي الخلاص من بقعة الشر التي سكنت نفس وجسد وروح الإنسان واستتبعها سيادة وتسلط الموت الروحي والنفسي والجسدي على كيان الإنسان. ومن ثم فإن الخلاص من بقعة الشر ومن ظلمة الشر ومن قوة الموت اللي ابتلعت الإنسان لا يمكن أن يحدث إلا بحياة الله، بالنور الجوهري النازل من السماء اللي أظهر في المسيح، اللي يستطيع أن يطهر كيان الإنسان من بقعة الشر ومن ثم من قوة الموت. كيف نخلص من بقعة الشر هذه التي سكنت كيان الإنسان؟ اللي هيخلصني من بقعة الشر، من ظلمة الشر، من قوة الموت، هو الاتحاد بالنور النازل من السماء، الاتحاد بحياة الله الغالبة للظلمة، للخطية، للموت، أي الاتحاد بالمسيح.